السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو عندنا واحد الحل لكيفية تخفيض فاتورة الكهرباء، حل مجرب. إذا كنت مهتم بالأمر تبع معايا الفيديو وغادي تلاحظ بنفسك، وما تنساش دير اشتراك ودير جيم وتعليق محفز ليصلك الجديد إن شاء الله. إذا قبل ما نبدأ في الفيديو واحد الملاحظة ومعلومة غادي نعطيها العزيزي المتابع. عندنا الالواح الشمسيه منين كنركبوهم واحد المده ديال شهرين او ثلاث شهور او حتى عام، شوف هنا حجم الغبار اللي كيتواجد فوق الالواح الشمسيه. باش حتى الى ركبتي هذه المنظومه ديال الطاقه الشمسيه ما تقولش بان المنظومه ضعيفه، ولكن خاص ضروري صيانه ديالها من وقت لوقت. اذا الحل ديال هذا المشكل هو خصنا من 6 شهور نحاولوا ننظفوا الالواح الشمسيه ديالنا باش الكفاءه ديالها تبقى عاليه. عندنا جوج الملاحظات مهمه بزاف. اذا كانت الالواح ديال الطاقه الشمسيه فيها الغبار بزاف غادي نقولوا بان الالواح الشمسيه الكفاءه ديالها نقصت. المشكل الثاني الى البطاريه ما بقاش كتشد لينا ريزيرف غادي نقول بان البطاريه نقصت، ولكن راه الالواح الشمسيه هي اللي كتعطينا الطاقه باش تريزيرفي لنا طاقه في البطاريه. اذا الى قمنا بتنظيف الالواح الشمسيه يعني الالواح الشمسيه غادي تولي عندها كفاءه عاليه، وبهذه الطريقه غادي تعطينا ريزيرف مزيان في البطاريه. اذا حتى البطاريه حتى هي غتكون باقا في الكفاءه ديالها مزيان، وغادي نقولوا بانها راه ما بقاش مزيان. هاد المعلومات اخي الكريم اخي المشاهد غادي تستافد منها من بعد ما تركب المنظومه ديالك. ومن بعد ما درنا الصيانه للالواح الشمسيه ديالنا غادي نحاولوا ندخلوا للمنزل وغادي نشوفوا شنو هما الاجهزه اللي مخدمه لنا هاد الطاقه الشمسيه. للتوضيح فقط عندنا الضوء ديال الدوله ديال 220 ريزيرف كنخليوه للبريزات فقط، خاص بالبريزات. مثلا الى بغينا نخدموا الثلاجه عندنا مشكل ديال الثلاجه غادي نخدموها بالضوء فقط، هي اللي غادي نخدموا بالضوء. هنا عندنا مصباح في الدروج المصباح الاول، وعندنا مصباح في البيت المصباح الثاني، وعندنا مصباح في وسط المنزل. هنا عندنا مصباح ديال 220 في وسط المنزل في حالة وقوع عطب في الطاقة الشمسية، وعندنا مصباح في الصالون، وعندنا مصباح أيضا في الدوش، وعندنا أيضا مصباحين في السطح، وعندنا تلفاز، وعندنا روتر الواي فاي، وكذلك شاحن الهاتف يمكنك توصيله دون استعمال الترانسفورماتور، لا بالنسبة للروتر ولا بالنسبة للحاسوب أو اللابتوب. ولكيفية شحن الهاتف سأترك لكم رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف حتى يتسنى لك شحن هاتفك دون البحث عن شاحن متنقل. وهذه المعلومات ضروري خاصك تعرفها باش المنظومه ديالك تطول عندك واحد المده طويله، ومده الصلاحيه ديال اللوح الشمسي راه تقريبا 15 عام. هنا كما كتشوفوا عندنا 220 درناها في البريزات، وعندنا المفاتيح درنا فيهم الطاقه الشمسيه. اذا غادي نفتحوا هاد المفاتيح باش نوريكم الطريقه ديال لانستالاسيون ما بين الطاقه الشمسيه وما بين 220. عندنا المفتاح كندوزو فيه الاسلاك ديال 12 فولت ديال الطاقه الشمسيه، وعندنا البريز كندوزو فيه 220. غادي تسولني وغادي تقول واش لانستالاسيون ديال 220 هي لانستالاسيون ديال 12 فولت، هي بحال لانستالاسيون ديال 12 فولت بحال لانستالاسيون ديال 220، غير هي السوبل يكون احسن. الى دوزتي الخيط السوبل يكون احسن من الخيط الريجيد. بعد ما وضحنا كل الامور ان شاء الله غادي نقوموا بتوصيل اللوح الشمسي مع البطاريه مع منظم الشحن بطريقه عمليه ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش غادي تبرونشيو الطاقه الشمسيه. ممكن تبرونشيها
بوحدك. اذا تبع معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرف طريقه توصيل الالواح الطاقه الشمسيه. المهم ديالي ماشي هو المشاهده ولكن باش تستفد. حاله ما الى عجبك الفيديو وعجبك محتوى القناه فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتعليق محفز كي يصلك الجديد ان شاء الله. اول حاجه كنحتاجها هو منظم الشحن. منظم الشحن اللي خصو يكون على الاقل 30 امبير او لا 40 امبير، وبالنسبه الفولتاج على الاقل خاص يكون فيه 50 فولت، ويكون كذلك منظم الشحن كيدخل لنا 12 فولت او لا 24 فولت. كنحتاجو ايضا واحد لوح شمسي تكون 280 واط، الا كان اكبر من 280 واط يكون احسن. عندنا في الامبيراج 8 فولت وما فوق، وعندنا في الفولتاج 31 فولت فما فوق. عندنا كل لوح شمسي فيه سلك موجب وسلك سالب. بالنسبه للخيط ضروري الخيط خاص يكون ديال الدوسانك او ما فوق، من الاحسن يكون الخيط سمك عالي. وسنحتاج ايضا الى بطاريه، وهذه هي الطريقه لتوصيل البطاريه. يجب توصيل البطاريه اولا ثم اللوح الشمسي، لا يجب توصيل اللوح الشمسي هو الاول، اؤكد على هذه المعلومه. الزائد مع الزائد والناقص مع الناقص، يعني السالب والموجب من البطاريه الى منظم الشحن. بعد ذلك نوصل اللوح الشمسي الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. نقوم الآن بتوصيل سلك المصباح في منظم الشحن، السالب في السالب أيضا، والموجب في الموجب. إذا كما ترى هنا عزيزي المشاهد الكريم، البطارية مملوءة عن آخرها، فاللوح الشمسي له كفاءة عالية. وسنقوم بربط أسلاك المصباح لنقوم بتجربة هذه المنظومة الصغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو ومحتوى القناة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتعليق محفز ليصلك الجديد إن شاء الله.